apprenons de sources nombreuses et sûres que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. Le rassemblement suivant, place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, d'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. السابع عشر أكتوبر صفحة أخرى من جرائم الإنسانية وقعت بكل وحشية بعيدا عن الأراضي الجزائرية في قلب باريس عاصمة فرنسا الاستعمارية. الأرقام الرهيبة تتحدث عن مجزرة حقيقية لكن الأرشيف يبقى خفيا. Le 17 octobre 2021 fini l'embargo sur les archives du 17 octobre. Et donc les archives sont libérées par la force de la loi. Car c'est la date d'expiration du délai pour l'ouverture des archives du 17 octobre 1961. L'archive automatiquement حسب القوانين نتاعهم يفتح ومن حقنا باش نتحصلوا على الارشيف. فرنسا التي تتستر على أرقام ومعطيات المجزرة ظلت لوقت طويل تحتكر أرشيف جرائم السابع عشر أكتوبر وتخفي كل آثارها. كان المؤرخون البريطانيون قد وصفوا هذه الأحداث، أحداث هذه الجريمة، بأنها في غاية في الضراوة والوحشية. يمنع ولحد الآن فيه ما يسمى بالكتمان الذي يطبع، حتى الصور الفوتوغرافية لا يمكن يعني مراجعتها، ولا توجد أيضا محاضر موثقة للشرطة في فرنسا تسمح بإعداد دراسات مثبتة حول وقائع هذه الجريمة. كلما طوى التاريخ صفحة من صفحات فرنسا المسودة يتجدد مطلب استعادة أرشيف الذاكرة ومن ثم الاعتراف والاعتذار.